الحمد لله، احنا هون بالأردن بلد محدود الموارد، ضربنا أروع الأمثلة للعالم. الأردن قادر على التحدي، رسالة ضمنية وجهها ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لجموع الشعب وللرأي العام العالمي. فرغم أن المملكة لديها محدودية في الموارد الاقتصادية وغيرها، لكنها استطاعت أن تعبر إلى بر الأمان بسلام من أزمات عبر عنها الأمير الحسين بأنها كانت بالغة الخطورة. فما هي القصة؟ خطة محكمة كانت الأداة الكبرى التي عبر من خلالها الأردن أزمات متعددة مرت عليه على مدار السنوات القليلة الماضية، فلم تقف أزمة واحدة في وجه شعب المملكة إلا واستطاع أن يعبرها. فولي العهد الأردني الأمير الحسين ابن عبد الله أزاح الستار عن أسرار ربما لم يعرفها الكثيرون عن طريقة إدارة العاهل الأردني لأي أزمة بالأردن. إنها طريقة بسيطة يستطيع من خلالها الملك عبد الله أن يصل بها إلى بر الأمان بسواعد الشعب ويتفوق على أي أزمة أو مشكلة تتعرض لها المملكة. فولي العهد أفصح عن أن أزمة مثل انتشار الوباء كانت كفيلة أن تتجه بالمملكة إلى منحنى لا يحمد عقباه، لكن الشعب الذي يكن كل حب للعاهل الأردني كان حائط الصد المنيع لإزالة تلك الأزمات من الوجود. فالجهود الشعبية التي أداها مواطن المملكة آنذاك لم يستطع شعب في العالم أن يفعلها لتجاوز الأزمة، فالبعض ذهب إلى الاستغناء عن إيجار الوحدات السكنية لتعثر المستأجر بحسب ولي العهد، لكن البعض الآخر ذهب إلى اتجاه آخر لمعاونة ملك الأردن في مواجهة الأوضاع آنذاك، فاستغنى عن بعض من منازله لمواجهة هذا الخطر لكي يتحول إلى مستشفيات للمواطنين. بل إن الفنادق سواء التي تملكها المملكة أو رجال الأعمال في الأردن لم يتراجع مالكوها عن تحويلها إلى أماكن يتلقى فيها المواطنون علاجهم. فبدون جهود الأردنيين لم يستطع الملك عبد الله تجاوز أزمات ربما تكون قادرة على تمثيل الخطر البالغ على المملكة بحسب ولي العهد. فالنماذج التي تساهم بكل ما لديها من معطيات سواء الأموال أو الأراضي أو حتى الجهود البسيطة في الأردن السر في نجاحه لتجاوز أي أزمة مهما كانت قوتها. إنهم العمال الأردنيون الذين ظلوا في تلك الأوقات العصيبة يواصلون الليل بالنهار من أجل تجاوز المحنة، لكن العاهل الأردني من خلال تقربه من جميع فئات الشعب كان قادراً على التحدي. بل إن الأمير الحسين لم يحيد عن تسليط الضوء في رسالته الموجهة إلى جموع الشعب بأنه لولا وجود النماذج المشرفة بجانب الملك والحكومة لم يتجاوز الأردن أزماته. بل إن التكافل الاجتماعي والتضامن مع الملك عبد الله لتجاوز الأزمة كان بيت القصيد في تجاوز الأزمات الكبرى بالمملكة. فولي العهد أفصح عما يدور بداخل المملكة خلف الستار ولا يظهر أمام الكاميرات من أجل أن يصل معه الأردن إلى أن يتحدى أي ظروف. فكان الحب والعلاقات المتأصلة بين الحاكم والشعب مثلما كان يفعل جده الملك الحسين ابن طلال هي الخلاص وسفينة العبور من بين الأزمات إلى بر الأمان. لكن أنتم ماذا قرأتم من هذه الرسالة؟ هل ولي العهد يشيد بمجهودات الملك ويسند إليها الشعب، أم أن الشعب في المملكة هو قائد سفينة العبور عبر الأزمات المختلفة؟